نشأنا في البداوة نرعى الغنم. نعم. قرية. وبعد البر البل، وبعد يعني الزراعة والحراثة في الأرض، وهكذا إلى أن وصل عمري أظن 12 سنة. طبعا كان عمي والشيخ محسن أبو نشطان الله يرحمهم جميعا وكثير من قبيلة أرحب زملاء للرئيس إبراهيم الحمدي. نعم. فادخلوني لا عنده في ثاني سنة ما قلت لأبوي. نعم. إلى صنعاء. أي نعم. نعم. ومن هذا التاريخ حولني على عبد العالم الله يرحمهم جميعا، كان قايد المظلات. أيوة. وجندوني في المظلات. واستمرت يعني فترة يعني كتجنيد خفيف. إلى أن أظن إلى نهاية، هي كانت في آخر أيام إبراهيم الحمدي. نعم. إلى أن قلت له الغشمي. نعم. وبعدها رجعت داومت واستمرينا في المعسكر وانتقلنا إلى فرضتنا. أول ما وصلنا فرضتنا كان يتهيأ لنا نقعد احنا في طرف الجمهورية اليمنية. نعم. أي. نعم كان الموضوع ثقيل. نعم. جدا هذا في يعني في عام 79 80. نعم. يعني طبعا في 78 79، لأنه 79 80 انتقلنا إلى مارب. نعم. طبعا لما انتقلنا الى ما كله في مجال العسكره يعني في المظلات. انا كنت في لواء المظلات. أيوه. كان القايد في اولا في البدايه عبد الله عبد العالم. وبعدين عبد الله محمد سيف، وبعدين علي بن علي الانسي، ولما نزلنا مارب كان رئيس العمليات رحمهم الله جميعا اللواء عبد العزيز محمد الشهاري. نعم. هذا رجل يعني من القيادات الجمهوريه كلهم قيادات جمهوريه. نعم. رائعه. ف هو كان يعني القايد للحملة، تعتبر أنها نزلت من صنعاء. اللي أنت فيها كنت؟ الآن شيء ما كان ينزلش إلا يعني فترات. نعم. فكان عبد العزيز الشهري هو رئيس العملية، تعتبر قايد الحملة يعني المنتقلة. نعم. أول يوم وصلنا إلى مارب. هذا اللي ما شاء الله تربها الآن أسطورة، ما تلقى فيها بلوكة واحدة، مش بيت. نعم. بلوكة صحراء. نعم. يعني من أول ما تبدي من عند الجدعان وانت بتجي على مارب تشوف مدينة مارب القديمة وهي في راس تبة هكذا. ولا تشوف حصون الجلال في سفل الدنيا، وعلى يسرتك رملة وعلى يمنتك كلها صحراء يعني قالحة، سحابات سوداء. ما فيش بيت ولا في بلوكة، قلت لك مش بيت. نعم. بلوكة ما فيش. نعم. واستمرنا هناك فترة، ونزلنا بعدها على الجوبه ثم حريب، ثم نزلوا بعدين نزلت الشركات، بدأت تنقب، كنا نروح سافر تنقل من هنا إلى هنا، واستمرت المسألة هذه إلى عام أظن 83.